جميلة، راح ننتقل أكيد لمبادرة ساعة شباب لدعم الفنون. اليوم اللوحة اللي معانا الفنانة التشكيلية أمل الشمراني، ولازم نذكر أن اللوحة اليوم جاتنا على الاستديو من الطايف، وأكيد تحية لجميع أهل الطايف، ونوجه لها تحية خاصة وعلى حرصها أيضا للمشاركة في هذه المبادرة، والله تستاهل. شوفوا جمال الصورة. هذه اللوحة طبعا عشان نعرف معلومات عنها هي 120 في 80، ألوانها بالإكريليك. أمل بتتحدث في هذه اللوحة بألوانها المفضلة، بالذات باللون الأسود اللي هو الأغلب الناس يحب هذا اللون ويكون قريب لهم، القسم الرمادي عفوا من الوجه واللي احنا شايفينه في الناحية الثانية، أنفع نشرة جوية. الناحية الثانية من اللوحة بنلاقي تفسير بتفسره هي طبعا بالغموض، وأيضا القسم الثاني من الوجه ألوانها بترمز للحياة الجميلة، وهذه كذا يعني هي كذا حياتنا، بنلاقي فيها اختلافات وأبس أند داونز، وكل واحد عنده دارك سايد وأمور وبرايت سايد. طبعا يعني حاجات بسيطة بس حقيقة هي واقع. باقي سطر ما قلته. لا عادي كذا. بس عارف ايش الجميل؟ ما اعرف بالفنانة. قولي لي ايش الجميل؟ أمل اللي حقيقي يعني انا هذا الشيء اقدره، لانه انا من الناس اللي اذا شفت لوحات دائما احب افسرها بوجهة نظري، ودائما يختلف تفسير هذه اللوحة من فنان الى اخر. صح. ومن شخص الى اخر، مو شرط ابدا انه هذا الشخص يكون عنده حس فني او حس ابداعي. صح. في الاشياء الفنية والاشكال الفنية. فامل تحديدا ايش تقول؟ تقول انه هي ما تحب انه تفسر لوحاتها لاحد، تحب انه الناس يفسروا هذه اللوحات، واكيد تاخذ وجهة نظر كل شخص من شخص لاخر تختلف بالنهاية، ولكن لوحة جدا جميلة، وانا تحديدا مره عجبتني، خصوصا انه اللون الاسود فيها لوني المفضل، وكمان انه في برايت سايد ودارك سايد في اللوحه، يبين الاشياء اللي عشت الحياه الجميله اللي عشتها في حياتك، والاشياء ايضا او المواقف السلبيه اللي تعرضت عليها في حياتك. انا اكثر ما لفتني ملامح الوجه، كيف ماخذه من كل ثقافه. ما كانها تشبهني العيون؟ لا مره ما تشبه. ما في شبه؟ ممكن الفم. ليش يا امل؟ ليش يا امل؟ يعني حرام لو هذا حتظلمك يا نمية. بالعكس، عموما هو في الاخير فن، ونحترم كل الفنون، ونحترم كل لمسه بنشوفها صراحه حولنا من فنون، وكل سطر ممكن ينقال. احنا نطلع ونرجع، خليكم معنا.